أهلا بكم إلى موعد الرابع. الجزائر منارة العلم وقبلة العلماء، تحتفي اليوم بكفاءاتها المستقبلية التي سترسخ أسس سيادة الوطنية وسترفع راية الجزائر عاليا بالعلم والمعرفة. في احتفالية خاصة بها السيد رئيس الجمهورية تلاميذ المتفوقين الأوائل في امتحاني شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط. الاحتفالية تعكس اهتمام السيد الرئيس بتكوين وتربية النشء من خلال منظومة تربوية متقدمة وعصرية. أشرف اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بقصر الشعب على مراسم تكريم المتفوقين الأوائل في امتحانات شهادتي البكالوريا وتعليم المتوسط دورة جوان 2024. مراسم حفل التكريم حضرها رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، الأمين العام لرئاسة الجمهورية والمستشار الكاتب الخاص لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى وزير التربية الوطنية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وأعضاء من الحكومة ومسؤولين سامين في الدولة، إلى جانب ممثلين عن فعاليات الأسرة التربوية وأولياء التلاميذ المتفوقين. رئيس الجمهورية استهل التكريم بالفائزين التكريم بالفائزين الثلاثة الأوائل على المستوى الوطني في شهادة البكالوريا، ثم الناجحين الأوائل في كل شعبة من شعب التعليم الثانوي، والمتفوقين الأوائل من مدارس أشبال الأمة، والأوائل من فئة ذوي الهمم. كما كرم السيد الرئيس المتفوقين الأوائل في امتحان شهادة تعليم المتوسط والمتحصل أو المتحصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات بلندن. رئيس الجمهورية كرم الفائزين الثلاثة الأوائل على المستوى الوطني في شهادة البكالوريا والناجحين الأوائل في كل شعبة من شعب التعليم الثانوي، والمتفوقين الأوائل من مدارس أشبال الأمة، والأوائل من فئة ذوي الهمم. الأول في امتحان شهادة البكالوريا محمد أمين مقران، هو الحاصل على شهادة البكالوريا بمعدل 19.62، نعم 19.62 في شعبة الرياضيات، أصيل ولاية تيبازا، يحظى بميدالية يوشحه إياها السيد رئيس الجمهورية وهدية ومكافأة مالية. التلميذة الثانية وطنيا ماريا إيناس راحب، تحصلت على شهادة البكالوريا في العلوم التجريبية بمعدل 19.54، نعم 19.54، وهي أصيلة ولاية وهران، توشح ميدالية من السيد رئيس الجمهورية، كما تحظى بهدية ومكافأة مالية. المتفوقة الثالثة وطنياً التلميذة وصال أولم، حصلت على شهادة البكالوريا شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.52، وهي أصيلة ولاية خنشلة وتحديداً الولاية المنتدبة قيس، توشح بميدالية من السيد رئيس الجمهورية وتحظى بهدية ومكافأة مالية. يتقدم التلميذ أيوب شرفاوي، حصل على شهادة البكالوريا شعبة هندسة ميكانيكية بمعدل 19.25، أصيل ولاية تلمسان، يحظى بدرع تكريمي وهدية ومكافأة مالية.
تتقدم التلميذة ضحى حوابس، حصلت على شهادة البكالوريا في شعبة اللغات الأجنبية بمعدل 18.80. أصيلة ولاية قسنطينة تحظى بهدية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم التلميذة إيمان الرحامية، هي الحاصلة على شهادة البكالوريا شعبة التسيير والاقتصاد بمعدل 18.63. أصيلة ولاية الطارف تحظى بهدية ودرع ومكافأة مالية. المتفوقة الأولى في شعبة الآداب والفلسفة التلميذة عبير قدوم، حصلت على معدل 18.06 وهي أصيلة ولاية خنشلة، بدورها تحظى بهدية ودرع ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. إلى المتفوقة الأولى في شعبة الموسيقى الفنون في أول بكالوريا للفنون التلميذة وجود حمام، هي الحاصلة على شهادة البكالوريا شعبة فنون بمعدل 17.41 من مديرية تربية بالجزائر وسط، تحظى بهدية ودرع ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. إلى المتفوقين الأوائل من مدارس أشبال الأمة يتقدم الشبل رياض قلوش جديد، هو الحاصل على شهادة البكالوريا في شعبة الرياضيات بمعدل 19.10 عن مدرسة أشبال الأمة بوهران، يحظى بهدية ودرع ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم شبلة الأمة عائشة بن عبد الرحمن، هي الحاصلة على شهادة البكالوريا تخصص رياضيات بمعدل 19.02 من مدرسة أشبال الأمة بوهران، تحظى بدرع وهدية وشهادة ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. إلى المتفوقين من ذوي الهمم تتقدم التلميذة السميعة هاجر شرقي، حصلت على معدل 17.87 في شعبة العلوم التجريبية، أصيلة ولاية باتنا، تحظى بهدية ودرع تكريمية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم التلميذة آلاء لشلح، هي الحاصلة على شهادة البكالوريا في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 17.69 أصيلة ولاية الوادي، تحظى بهدية ودرع تكريمية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ البصير شمس الدين عريبي، هو الحاصل على شهادة البكالوريا في شعبة الآداب والفلسفة بمعدل 16.63 أصيل قصر البخاري بولاية المدية، يحظى بهدية ودرع تكريمية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. السيد رئيس الجمهورية أشرف أيضا على تكريم المتفوقين الأوائل في امتحان شهادة التعليم المتوسط. تتقدم التلميذة المتفوقة الأولى لينا زجرار، هي الحاصلة على شهادة التعليم المتوسط لدورة سنة 2024 بمعدل 19.94 والمقيمة بولاية الأغواط، تحظى بميدالية يوشحها إياها السيد رئيس الجمهورية وهدية ومكافأة مالية. المتفوقة الثانية في امتحان شهادة التعليم المتوسط هديل خيتوس، تحصلت على معدل 19.92 أصيلة دائرة نقاوس بولاية باتنا، توشح ميدالية من السيد رئيس الجمهورية وتحظى بهدية ومكافأة مالية. التلميذة الثالثة المتفوقة وطنياً شهد نور الهدى زاوي، حازت على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.87 أصيلة ولاية المسيلة، توشح ميدالية من السيد رئيس الجمهورية وتحظى بهدية ومكافأة مالية.
إلى المتفوق الأول وطنياً من مدارس أشبال الأمة في امتحان شهادة التعليم المتوسط شبل الأمة البراء سلمان، هو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.52، أصيل دائرة بن سليمان بالمدية من مدرسة أشبال الأمة بالمسيلة. رئيس الجمهورية كرم التلميذة المتحصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات بلندن. إلى تكريم من نوع خاص، التكريم التلميذ شمس الدين عبد العالي دراش، وهو المتحصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات بلندن. سيدي رئيس الجمهورية، التلميذ شمس الدين عبد العالي دراش قد وقف أمامكم العام الماضي في نفس الموقف متوجاً بميدالية برونزية في الألعاب الأولمبية باليابان، وكان تلميذاً في السنة الثانية ثانوي، وقد دعوتم له سيدي رئيس الجمهورية لأن ينتقل إلى السنة الثالثة، وقد توج مرتين فنجح في شهادة البكالوريا بمعدل 18.05 وتوج بالذهب من جديد، والحمد لله أن استجاب الله دعاكم. رئيس الجمهورية أخذ في ختام حفل التكريم صورة تذكارية مع المتفوقين الأوائل المكرمين. وزير التربية الوطنية وفي كلمة له بالمناسبة أعرب عن امتنانه لرئيس الجمهورية نظير حرصه على رعايته الشخصية حفل تكريم المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط. أولى عبارات الشكر أوجهها بكل اعتزاز وافتخار إلى السيد رئيس الجمهورية رافعا لمقامه الكريم أسمى وأرقى تعابير التقدير والامتنان والإكبار لحضوره وإشرافه الشخصي على هذا الحفل. سيدي الرئيس، إن رعايتكم السامية لهذا الحفل وسام فخر واعتزاز على صدور أبنائنا المكرمين، وعنايتكم الفائقة بالمدرسة إنما هي بشائر خير تنبئ بقادم واعد للتربية والمربين في جزائر قررت الارتقاء بالعلم وبمصف التربية ومحترف التعليم. مما لا يخفى على أحد أن كل قطاعات الدولة حققت طفرة كمية ونوعية في فترة وجيزة تحت قيادتكم المتبصرة والرصينة، سواء في الجوانب الاقتصادية أو الصناعية أو الاجتماعية، فبالرغم من داء الوباء وما ميز السنوات الأخيرة من صعوبات وتحديات وسياقات إقليمية وجهوية وحتى عالمية تحطمت أمواج شرورها على صخر حنكتكم وعزيمتكم، حيث تحققت إنجازات استراتيجية تاريخية على المستويين الوطني والدولي لم نشهد لها مثيلا من قبل، وكان فيها للتربية وللتعليم حظ وافر. وهذه الآن بعض انطباعات التلاميذ المكرم. هو الشعور في هذه اللحظة يشبه نفس الشعور تقريبا لحظة إعلان عن النتائج ولحظة إبلاغي بحصولي على المرتبة الأولى، ولكن في هذا اليوم كان شط وختامها مسك، كان هنا الختام بالحصول على هذه الميدالية وتسليمها لمن تعرف رئيس الجمهورية، وبالتالي فقد امتلأت نفسي بمشاعر الافتخار والاعتزاز. أنا اليوم أشعر بمشاعر يعني مختلطة بين الفرح وبين الفخر، لأنني اليوم حظيت بتكريم وتتويج من قبل رئيس الجمهورية بالميدالية وهذه الهدية، وتقدم بجزيل الشكر للسيد رئيس الجمهورية على هذا الاهتمام، هذا الدعم وهذا التكريم الرئاسي بالذات، وبمثابة تحفيز وحافز للمستقبل لأن نستمر في نفس الدرجات وأن نكون في نفس المرتبة إن شاء الله أو أكثر. أنا اليوم جد فخورة أنني حظيت بتكريم من طرف السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي خص بنا في هذا اليوم بتكريم خاص للمتفوقين الأوائل وطنيا في شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط،
أريد أن أقدم له تحية شكر خاصة على دوام تشجيعه واهتمامه بالمتفوقين الأوائل وطنيا. هذا ما يحفزنا دوما لتقديم أفضل من أجل الجزائر. هو تشجيع كبير من طرف السيد رئيس الجمهورية لمنتخب الجزائر لكي نخدم الجزائر مستقبلا ونبنيها ونطور منها إن شاء الله. أهدي هذا النجاح لوالدي الذي كان سندا لي، والشكر خاص للطاقم التربوي. أشكر السيد رئيس على هذا التكريم، يحفزني باش ندير أكثر في المستقبل. بما أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كرمني في هذا الحفل، فهذا يشرفني ويشرف عائلتي، وأشكر كل من ساهم فيه. يعني شعور لا يوصف، فرحة بأنه تهدي الفرحة نتاعك المدينة نتاعك والأهلك، خاصة بعد أن تم تكريمي من طرف رئيس الجمهورية. يعني كانت فرحة، أن حسيت بالفخر، حسيت أنه فرحت والدي، فرحت عائلتي. نحن نقف اليوم هنا في أجواء من السعادة والفخر وكذا الامتنان لكل من جوارنا طوال المسيرة الدراسية والذين كانوا سببا في نجاحنا، وطبعا هذا شعور لا يوصف، حيث أنها ستبقى ذكرى خالدة في ذات الإنسان. كانت فرحة عارمة وفخر واعتزاز كذلك، حيث قابلنا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي استقبلنا بحفاوة وصدر رحب. أهدي هذا النجاح لكافة الطاقم التربوي وبالأخص والدي وكذا قيادة مدرسة إشبال أمة بن سيلة وقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. كان شرف عظيم أن نحظى بتكريم من سيادة الرئيس. كان شعور بالسعادة وبالفخر شعرت بسعادة وشرف. أشكر رئيس الجمهورية لويس بون على هذه الدعوة المميزة، على مدى السنوات السابقة حوالي 2015 2016 2017 الأولمبياد الرياضية لم يكن يحظى باهتمام من طرف التلاميذ، ولكن بفضل سيادة رئيس الجمهورية كان التقديرات التي كان يقدمها للتلاميذ المتفوقين في الأولمبياد الرياضية مثل التقييم هذه السنة الماضية وهذه السنة والتهنئة التي قدمها على منصة إكس، هذه التقديرات تحفز التلاميذ. إذن ألف مبروك لكل المتفوقين وهنيئا للجزائر بهكذا نخبة. إلى ملف الرئاسيات، ولأنه أساس تحقيق الوثبة التنموية المرجوة، ومع كل موعد وطني يؤكد المواطن انخراطه في جهود البناء بالمشاركة القوية في الانتخابات المقبلة. من ولاية تمنغاست محمد برمكي. أيام معدودة تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية في 7 من سبتمبر القادم. استحقاق هام يأتي في خضم أحداث عالمية وقارية ألقت بظلالها وبثقلها على طبيعة العلاقات العامة بين الدول. الانتخابات الرئاسية مثل ما أشرنا لها دور كبير في استقرار الدولة وفي بناء مؤسسات الدولة، فبالتالي لا يمكننا من هذا المنبر إلا أن نطالب الشعب الجزائري ومواطني الدولة الجزائرية للاستجابة بقوة لهذا النداء، وهو نداء الدولة. ولاية تمنغست ولاية حدودية ذات أبعاد اجتماعية وسياسية واقتصادية. يعلق الشارع الهجاري على هذه الانتخابات آمالا كبيرة من أجل إكمال مسار التنمية في هذا الوطن المفدى من خلال الذهاب إلى صناديق الاقتراع لقول كلمة الفصل. أنا اليوم نشاهد بعض الأحداث في منطقة الساحل اللي تعد أقرب منطقة لجنوب الجزائر. نحتاج لرجل قوي عنده سند شعبي قوي، وباعتباره راح يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة اللي راح تحافظ على الأمن والاستقرار في الوطن.
وايضا باش تستمر مسيره البناء والتشييد في الجزائر. لابد من المشاركه في هذه الانتخابات، لابد ان يعبر على صوته، لابد ان يختار الرئيس اللي يمكن يقود البلاد للاحسن، لابد من تحقيق متطلبات الشعب، يعني الشيء اللي على الاقل يطمح له كل مواطن، وهو انه هو الاستقرار، هو التنميه. نحن نتطلع ان شاء الله في المواعيد الانتخابيه القادمه الى تنافسيه قويه جدا في البرامج خلال ايجاد الحلول المقنعه للاوضاع التي يعيشها المواطن الجزائري الان. وجه دعوه خاصه جدا الى كل فئات المجتمع الجزائري خصوصا الشباب الى القدوم يوم الانتخاب من اجل خلق يعني ديناميكيه جديده وادلاء كلمته بصوره واضحه واختيار الرئيس الافضل الذي ان شاء الله سيسعى الى بناء جزائر جديده. إذن هي جزء من نظرة الشارع الهجاري للانتخابات الرئاسية القادمة، انتخابات يدرك تماما أهميتها باعتبار المنطقة بوابة الجزائر نحو إفريقيا وقبلة سياحية بامتياز، عوامل من شأنها دفع عجلة التنمية واستكمال مسارها في هذه الولاية المنجمية. إلى المشاركة الجزائرية بالألعاب الأولمبية بباريس، حيث تواصل ملاكمتنا البطلة الأولمبية إيمان خليف استعدادها بكل عزم وإصرار تحسبا لخوض منازلة الدور النصف النهائي اليوم أمام نظيرتها التايلاندية يان يانيم سوفانا فينك، وعينها على تحقيق الفوز والعبور إلى النهائي والتتويج بالميدالية الذهبية. التفاصيل في تقرير سهيل معوش. ميداليتان في المزاد بين الفذة الجزائرية إيمان خليف ونظيرتها التايلاندية يان ياييم سوفانافينك في الدور النصف النهائي الثاني لهما بعد ذلك الذي حسمته إيمان في البطولة العالمية بالهند على المنافسة ذاتها. إيمان خليف نصبت نفسها ملكة على عرش القفاز العالمي بعد أن حصدت الأخضر واليابس بأرقامها التي أرعبت خيرة الملاكمات العالمية والأولمبيات، تستعد بتركيز عال وبمعنويات مرتفعة وعلى عاتقها آمال كبيرة للتتويج. كل صراحة نحترمها لأنه هي ملاكمة جيدة، وسبقت أني نزلت معها في بطولة العالم. إن شاء الله أنا أكون في المستوى ونكون في المستوى المعهود، وتكون لي كلمة خاصة، وأكيد راح ندرسوا الخصم وكما كما كما كالعوايد كما نظاري إن شاء الله، وتكون إن شاء الله نتيجة مشرفة. الثقة بادية على محيى الطاقم الفني الذي وضع برنامجا خاصا واستراتيجية محكمة للمواصلة على سكة الانتصارات وإبعادها عن كل الضغوطات. منازلة الملاكمة التايلاندية سابقنا ولعبنا معها وهزمتها إيمان، صح كاين شوية التطور عندها، ولكن إن شاء الله راني مع ما انا والمدرب بيدرون نسيو كيفاش ندرسوا الطريقه تاع الملاكمه تاعها. الجزائريه ايمان حظيت بدعم كبير من الجزائريين ومن مختلف الابطال العالميين ومن العالم العربي اجمع لما تعرضت له من قبل. انا الحق ايمان خليف نعرفها جدا من طوكيو، عرفتها وهنا في باريس قعدت وحكيت معها، معناها احنا عندها كل الدعم من الشعب التونسي، عندها كل الدعم من الوفد الاولمبي التونسي، هذا لا شك فيه. مالغري ليبي غاليين وجاو وشرينا ودخلنا وشفناها وفرحتنا وتحيه الجزائر. جيسبر ريالمون الباغاني لا فينال، والله انا معاها كاع. الطريق نحو صناعه المجد مليء بالتحديات، وايمان خليف بعزيمتها واصرارها سنسمع عن اسمها الكثير بعد ان ترفع الرايه الوطنيه على حلبه رولان جاروس وتجعل قسما يدوي في سماء باريس للمرة الثانية تواليا. في إطار التنسيق الميداني المشترك بين مصالح الأمن الوطني والجمارك الجزائرية الهادف إلى تصدي لبارونات الاتجار بالمخدرات، تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة عين الصفرة بن عامة بالتنسيق مع أعوان مفتشية أقسام الجمارك خلال الأسبوع المنصرم من شل نشاط شبكة إجرامية دولية متخصصة في تهريب المخدرات انطلاقا من المغرب وتوقيف أحد عناصر هذه الشبكة. العملية تمكنت من ضبط 103
63 كيلوغراما من الكيف المعالج، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 850 مليون سنتيم، يعد من العائدات الإجرامية لنشاط الشبكة وحجز مركبة وشاحنة جري. المركبات كانتا تستعملان للتمويه في نقل المخدرات. هذا وقد قدم المشتبه فيه البالغ من العمر 53 سنة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الصفر. في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي يدخل يومه الخامس بعد المئة الثالثة بارتكابه مجازر جديدة في حق الأبرياء، حيث نفذ الاحتلال الصهيوني خلال الساعات القليلة الماضية ثلاثة مجازر بحق عدة عائلات في غزة، خلفت 30 شهيدا وأزيد من 60 جريحا، فيما ارتقى 5 شهداء فلسطينيين في أيضا في غزة، وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مركبة في جنين بالضفة الغربية. بدأ نأتي إلى ختام هذا الموعد الإخباري، العودة إلى الزميل عبد الغني وتتمة برنامج ما بعد المنتصف. إليك عبد الغني.